هذا الموسم اللي هو 2021 احنا بنعتبره من انجح المواسم اللي مرت على مزارعي القطن يمكن في تاريخ خدمتي انا على وجه التحديد. يعني الاسعار في هذا الموسم قفزت قفزة عالية جدا. بعتقد ان الفدان هذا الموسم حقق ارباح كبيرة جدا. حصول القطن من اول 2015 و2016 قدر ينتج مجموعة جديدة من الاصناف اللي كان لها دور كبير جدا في تشجيع المزارعين على الزراعة، وهذا بيتضح من العمل زيادة المساحة التدريجية. بالنسبه للنهوض بتاعه على مستوى الزراعه، ان احنا بنستنبط اصناف جديده من معد القطن هنا، هو اصناف تتماشى مع الاستراتيجيه بتاعت الدوله، انتاجيه عاليه بتقلل في استهلاك المياه تماشيا مع استراتيجيه الدوله لترشيد استهلاك المياه، عشان المياه اللي احنا بنوفرها نتيجه ان احنا دخلنا في الفقر الحاد للمياه، المياه اللي احنا بنوفرها دي بنقدر نتوسع بيها في المساحات الاخرى اللي احنا بنتوسع فيها في الاراضي الجديده واخلاها. بالاضافه ان احنا بالاصناف اللي احنا بنستنبطها دي بتمشي على جميع الظروف المناخيه، كل منطقة لها الصنف بتاعها على حسب الخريطة الصنفية، يتحمل الظروف القاسية من حرارة من ملوحة من جفاف الكلام من ده، وفي نفس الوقت بتديني انتاجية عالية مع الجودة العالية.